السلام عليكم اصدقائي متابعين قناه ميزو جيمنج وحلقه جديده من تختيم لعبه ديث ستراندينج. في عندنا مهمه جديده اللي هي من مهمات متسلق الجبال. المهمات هون مطولة كتير والله شكلهم لحتى انا اخذ البيبي تبعنا. تمام، والذي هو strange bird lives even higher up in the clouds than we do and the research she's doing اشكو هنا هنالك بحثا قائما. She claims she's delving into the انها تغوص في اسرار الاكوان. Anyway, على اي حال في بصمه ايد على صخره. معناها رح نرجع لعند هذاك اللي كان لابس نظارات. But I was wondering if you could bring it to her for me. اذا حجره كبيره؟ لا والله. Like how there are all these people out there trying to make sense of the Death Stranding in their own way. بيحبوا بيريدوا يعرفوا شو هو السبب الأساسي يعني اللي صار فيه جنوح الموت. They clearly mean something to her. I'd like to help her out. تمام. With your assistance, that is. You'll find an official order on the terminal. عيني ما لحقت كل ما تبلش. لا تطلب. يا روحانية. وين روحانية؟ أنا عادي ما بنمشي. تمام؟ Oh my God. مشكلة كثير. 20 20 20 في غزل كمان. لا حول ولا ما زين وما زين خد. يا حبيبي. ديد مان. سام. لا والله مو ديد مان. It's just like the one in South City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. بالشيراليوم وتفوق كل التوقعات تقريبا. Slowly but surely it's creeping closer to us here in Mountain Knot. At least that's what I think, but I can't see it. Not with the naked eye. في عاصفة عم تجي تقرب عليهم. It's the same temporal phenomenon that you told me dropped you in a war zone. هي اللي راحت فيها على الحرب. But that wasn't. عم تقرب مرة تانية. The limiter can handle most Cairo spikes, but we didn't plan for another supercell. Another supercell. والعمل يعني؟ Mama, is that you? You got me, Sam. It's been a while. Oh, Mama, هلا عم تحكي. Not really. Mullingen, Lachna, we're the same. Lachna. One body, one mind. جسد واحد، عقل واحد، كائن واحد. There's no point trying to draw a distinction. Not in this world. We're all connected. Remember that. خلص لعيونك. والله أنا بشعر بالحزن من أجل ماما الحزينة. على أساس ديدمان الكلب قالنا إنه هي راح تكون آخر واحدة. الانتقال للعلامة. شو هي؟ علامة مخصصة لا. الوجهة اها روحانية. ايه مع السلامة. انا لا 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 لا. والحل؟ ما فيني امشي هيك. والله فيني فيني رح ندبر امري لالله. ان شاء الله ما ان شاء الله ما تكون كتير بعيدة. طلعت باخر الدنيا. طيب اوكي. تم رفع استخدام الأسلحة، رفع الحظر يعني هنا ضمن هالمنطقة تبعهم ما بيصير نستخدم الأسلحة. عم بتشوفوا يا أصدقائي بعد لعب ساعات كتيرة الواحد بيتعود على اللعبة يعني. أنا حبيت اللعبة أكثر صراحة يعني، أول ما بلشت قلت إنه مو كتير، بما إنه هيك كان الواحد يشوف غالبيتها فيلم وصعبة هي يعني بصراحة بتضيع. اول كم ساعة الواحد يلعبها مو كم ساعة، اول كتير ساعات يلعبها الواحد بيظن انه مستحيل يخلصها او يفهمها بالاحرى، بس بعدين شوي شوي بنفهم، نعرف كيف نستعمل الاشياء، نستعمل الاغراض، نستعمل البيبي. يب تمام. والله صعبة صعبة، عم بتشوفها عم توصل للارض. ما
اوه اكتفت اغرب المواد. المشكلة هي اللي انا حاملها والله تخيلة. يا الهي عاصفة ثلجية نظامية. انا بحب الثلج بس مو لهالدرجة يعني. يا رباه سام عم يتعب. الدم تبعي راح. يلا بس شوي كمان خلي بس توصل لاخر وحده بنظبطها ان شاء الله. ما تجينا شيء اطياب. اوه اطياب البرزخ منتشرته في كل مكان مثل ما شفتوا قبل هلا. اول ما اول طلع لنا على الجبل اجانا شيء. اوه ما الذي يحدث يا سام بريدجز؟ انا ما عاد شوف قدامي ابدا على فكره. ها هلا يا رباه استخدم مربع لاخذ استراحه. التقاط الانفاس ناخذ استراحه. الحاويه خربت ها على فكره. الحمد لله وصلنا. ما تخرب البضاعه مشي. طيب شو عامل؟ والله مكانكم بعيد ولا في سياره ولا في شيء. تفعيل وحدة الاتصال؟ منيح. عم تشوفوا شكلي صاير مثل مثل البوظة. سام بريدجز، I've been expecting you. The mountaineer told me all about you. ايه والله خربت الدنيا يعني. كما فضل انا طبعا هذا تسبق تاريخ البشرية. حلو. Did you know this mountain used to be a pyramid in ancient times? It's true. كان مع معلما. مصدر القوة المطلقة. أقرب مكان للهي هون. هي أنا أعطيتك يا إن شاء الله يكونوا الحمد لله. Excellent condition. يلا وصلها يا سامي عزيزي وصلها. المشكلة لازم كل واحد نشوفهم وصلوا هدول لحتى نقدر نرجع البيبي يعني أقل شيء. ليتس جو. والله تلجت البدلة وتلجت انا. بس منيح في معنا هدول الاشياء اللي عم نستعملهم حاليا مثل القفازات. ما قفازات بيانات المقابلة شو هي؟ اوه مع السلامة ديدمان. ات وركت خلص. جيز حبيب قلبي. ها حبيبي مشتاق لي انت. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. يلا انا جايك بس وين كان؟ I was hoping to return it to you as soon as possible but but you want to. I mean I do but it's a little more complicated than that. شو اللي هو؟ We've got a problem. واللي هي؟ You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. ايه I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field and now I find myself unable to return. ليش؟ The cabin on the mountainside northeast of Mountain Knot. لا والله ما بعرفه. لمين عم اشر انا؟ مجنون يا حبيبي مجنون. طيب بما انه انا لابس الهي فما رح
يا إلهي، هي العاصفة اللي عم يحكوا عنها. What the heck؟ عم بتشوفوا؟ لا 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 خلص، ما رح أوقع، عيب عليكم. ما فينا نستعجل شوي؟ لا والله على الحارة. أوهو، إنها عاصفة جديدة. هي نفس العاصفة اللي وقت أنا رحت فيها على الحرب العالمية، وقت قالولي أنت غبت ثانية وأنا كنت غايب. الله وكيلكم، شو طولنا فيها نص ساعة يمكن. إن شاء الله ما نرجع ندخل جوات العاصفة يا حبيبي. تشبث ما أبدأ تشبث، لا خلاص أنا القفازات عندي لازم يكونوا شغالين. يلا يلا شغل القفاز يا سام. أيوة هيك، ما عم يروح لأنه القفازات بيخليهم، بتخلي سام هيك يحط إيده بالثلج. شفتوا مثل الولفرين مثل ما قلنا. ياهي، بس هي قالت نحن ما فينا نشوف العاصفة بالعين المجردة، ولا هي ما فيها تشوف، أنا فيني أشوف. هذا كانت تقصد بحق الآلهة. إلى أين إلى أين؟ ماذا تفعلون بحق آمون؟ وين نروح؟ لازم نلاقي محل ننزل فيه من فوق الجبال. من فوق الجبال مشوارنا طويل إلى أن نصل، لكننا سنبقى ويا أهل الأمل. يلا سحابة خارقة أخرى مثل المرة الماضية عم يحكيها. هيي هلا رح نلاقي الحجي لدمان، رح ناخذ البيبي هلا. بس العاصفة على وشك اللي تضربنا. والله والله أنا خايف من المنظر. هل أنتم خايفون؟ هل أنتم جاهزون؟ يا رب ضربت العاصفة. لا ما عاد فيني أنا أتحكم. اعطيني لو بعدين انقلع من وجهي يا تدمان. واه العواصف والحروب هلا رح تصير مره ثانيه. سوف ندخل في الحرب مره ثانيه. يا الهي تدمان شوفوا كيف عم يطير. لا مستحيل تدمان يطير. هولي مان، اين نحن الان؟ احذروا احذروا، حذر فذر. نفس اللقطة اللي ماضت، نفس اللقطة بال 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 بالزوبعة اللي صارت من قبل. ديدمان هالمرة ديدمان خايف. فتنا بأجواء الحرب مرة تانية. ها فيها طيارات هالمرة. الحرب اللي راحت ما كان فيها طيارات. ما يا إلهي والله اللعبة صايرة لعبة أسطورية. مفكرينها مجرد تسليم، يعني مجرد ديليفري مو، بس هي مو بس هيك، فيها قصة، فيها قصة حلوة. يعني الديليفري مان رح نوصل باكيتات لدي اتش ال. الدي الدي يا رب. دبابات، شو في عن دبابة؟ يي ديدان. ونفس المرة وحوش راسهم هيكل عظمي. الله ياخذك يا ديدمان. نزلت هي اللي بتنزل من عيون ابوه للبيبي. هو بيسميه بيبي بس نحن بنسميه شو؟ لاو. مو هذا لو اللي بانمي ون بيس لو جديد؟ لا راح يفوت بالبرزخ. لا هي وقت اطياف البرزخ بتجي بالعالم العادي، بيجي هاي المي السوداء تجي من عيونه هذا كمان. ربط حاله بالبيبي والله حبيبي. والله عيونه لسه مسكرة. طلعت هاي الدمية مرة تانية. هاي الدمية كمان فيها شي خاص. دمية ولد رضيع، ونحن بنشيل ولد رضيع لنتصل بالعالم التاني بالبرزخ. فمعناها فتح عيونه قلبي. يا رب لو يشوفوه لديدمان
والله راح يسووه عايش مان مو ميت مان. طيب انا وين؟ انا فين وانتو فين؟ انا فين وانتو مين؟ راح تنفجر؟ ليش بتضوي احمر؟ عم تسرع وكأنها عم تمشي. يا سلام على التصوير. طلع مرة تانية جنود من الجيش بالنفق وعليهم ضوء احمر وبيختفوا. معقولوا يكونوا صايرين اقوى يعني من المرة الماضية؟ بس وين الزعيم تبعهم؟ وين ابوه للبيبي؟ هلا بيكون هيك يطلع باللقطة. اوه لقطات فخمة. هاد هو ما؟ هاد هو مربوط فيهم. اي والله هو هالمرة حاطط عدسات وهيك وكأنه هي حرب تانية مو نفس الحرب اللي راحت. في بوصلة كمان مربوطة بالبدلة تبعه. جيش نظامي يعني. فصلهم؟ والله حرب تانية هي هدي كانت الحرب العالمية الأولى، هي الحرب العالمية الثانية معناها. بما أنه ما في حرب عالمية ثالثة معناها ما راح يكون في مرة ثالثة نشوف هالوجه الخسيس. التفاصيل يا شباب التفاصيل. يا رباه شعره بيشبه شعر أخوه اللي بلعبة ديفل ماي كراي. ديفل ماي كراي دي ام سي. أنا بخربط بالحروف مرة تانية لأنه هيك في فرق بين اللغة الإنجليزية واللغة اللي عم باخدها هون اللي عم بتعلمها هون. الجزء الفصل السابع. فصل هذا الزلمة أوكي فصل أبوه للبيبي. أبوه للبيبي من لغته وأبوه للاو من لغتنا. نظارتك حلوة ما أنا جبت لك هالنظارة شلتها من المحل اللي بنام فيه. أوه أيام الحرب العالمية الثانية. هاي معناها موجودين بألمانيا هنن. بعد الحرب العالمية الثانية. سام. Dead man. Oh, thank God I got through. Where are you? وينك انت؟ I'm seeing tanks and soldiers. يا حبيبي لا تروح ندور عليه. لا اكيد راح يحطوا لنا محله. World War 2 era, I suspect. شفتوا حرب الحرب العالمية الثانية. No. I think it's the guy you told us about. هذا نفسه يعني هنن هلا عرفوا انه هذا الرجال هو اللي حكى اللي حكيت لهم عنه كسام يعني. This is only my second time. مرتي ثانية. اي والله. وين راح نتقابل؟ انا شو بيعرفني؟ قنوات الصرف. برج ميداني. وابحث عن مدخل للمجاري. يعني صرت جردون المجاري. عفوا. يلا هيا بينا. What? That warrior asshole wasn't after me. He was after Bibi. صح. Fuck. لأنه أبوه. بس إنه ما بيعرفه. لا والله بيعرفه ما هو عم يشوف ذكرياته. Oh no! Hurry the hell up, Sam. يلا لازم يستعجل لأن المسكين خايف. And don't hook up Bibi either. You'll lead him straight to you. Oh boy. بس هو ربطه. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. ايه ربطته بعد ما ربط لانه بعد بس ينربط الولد بيحس فيه اكثر وبيعرف مكانه. طبعا سوف اختار نفسي. يلا انهي المكالمة وانا جايك. طيب انا شو اعمل لك يا اخي؟ Over time, I made them a part of me. 70% ما أنا علي اليوم. But meeting you has opened my eyes. إيه هلا بده يوصفني مشان أنا أجحش وأروح له. يلا اتركه هلا. معناها لازمنا سلاح. يا إلهي ما في معي شيء. لا
هاي هي المجارير. هاي قتالة قتالك يا مجارير يا مجارير يا المجارير. هاي وصلنا للمدخل. والله قم بالدخان ما راح تفيدنا معلم. من هون اي من هون والله. ها هاد هو. شو هاي كيس دم. ايه ايه جيتك. هل هذا انت يا سام؟ هاي وصلنا وصلنا لعند الديدمان. الحمد لله شفناه. كيف فيني افتح لك هيك؟ اعطيني البيبي هلا. لو عزيزي رجعت لي يا قلبي. اشتقت لك يا كلب. منزعوج مني. ليش تاخذه وتعطيني؟ تاخذه وتعطيني. حبه لديدمان والله. What is this? ما هذا بحق الجحيم؟ يلا ربما يكون هذا برزخ خاصا للجنود. ايه والله لسا بدك تحكي لي برزخ ما برزخ. لا ولو ما نحن ما تأخرنا عليه كتير. شوي كنا عنده. وصل ما عم يتوصل. ما عاد في بيننا. اتوصل البيبي وفورا وبس. Stay here. Seems like انت خليك هون. I'm taking him down as you get us both out of here. لازم يقضي عليه مره ثانيه مشان نقدر نطلع من هون. ليش؟ It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same. اي والله شو حس ديدمان حبني ولا شو؟ Name's Lou. Woohoo! That's a good name. Lou. هلا رح نترك الديدمان هون، خليه يشوف طريقة لبين ما أنا كمان أشوف طريقة وأطلع من هون. السلاح تبعي صاير كله مصدي على الخالص. الانضمام لديدمان. ما بعرف كياس الدم راح تفيدني بس ما عم شيل غير كياس الدم. الله وكيلكم. ما عم بقدر. الهروب من الصرف. وجاني راسي مرة جديدة. صوت الجرس الكنيسي هذا. تدق الكنائس كما من ذي قبل. ويهون ايش مزبط له محل. فكرته عنكبوت والله. الرجل العنكبوت بس على الاسلاك الشائكة. صحة مرة ثانية. ما بده يدخن له سيجارة كمان. نفس اللقطة. هلا رح ياخذ شفه منها ويزتها مرة ثانية. المنظر المنظر هذا في له فيلم بولار اسمه يمكن بولار. تمام بعد الجنود تبعه وانا ما في معي سلاح. شو بدي اضربهم بهي السلاح التقييد ما راح يفيد. هو قريب علي كمان. بندقية هجومية هاي هي. تغيير نوع الذخيرة. شو في ذخيرة دموية وفي ذخيرة عادية. طلقات قياسية. بيبي
هدول الاثنين راحوا؟ والله عم بضرب عليه. هداك ضربت راسه كمان بس ما مات. هذا ابو راس تجيني يا كلب. مين عم يضربوني؟ ألف ميليغرام مشان نقدر نقتله بسرعة. هاي قتلناه أول مرة. هرب 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 الكلب. لا شو عم يعمل؟ عم يوجع لي راسي هالمرة. وين بدك تهرب؟ ها راح من هون. شفتك سمير. بيبي العزيز مو هلا راح اوريك البيبي العزيز يا كلب. تهرب مو؟ اوه مرة ثانية يا هذا. واحد راح. لا ما في عندنا قنابل دموية. ما ضل معي سلاح. سلاح. اوه شوت جان هي. بلاك بلاك. وين وين؟ ابلع ابلع ابلع. تمام 32 طلقة معي. كيس دم فارغ تم استخدام كيس جديد. تمام تمام تمام. لعناه مرة ثانية. كيس دم هون. يلا نشيل هاي. وين عم ياشر لي؟ بيبي عم ياشر على هون. لا خلينا نغير هالخمس طلقات كمان. لا هذا السلاح خالص. هلا اجيتكم يا كلاب. اوه لا دم ما ضل عندي دم. قنبلة رموا علي. لا 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 اوه وينو وينو وينو؟ في واحد وينو؟ بلا بلاك. في واحد هون. لا جيتكم انا لجوات الكنيسة تبعكم. كمان راح. فول باك فول باك. والله ما ضل معي سلاح. ما ضل معي سلاح المشكلة. هات كمان راح. One, three, three.
انت كمان موت يا كلب. خلصنا على ليون هالمرة؟ ما ضل معي دم. مات. ودمي، شوفوا دمي 36 ضلل. اهزم الرجل الغامض. هزمته للمرة الثانية. شفتوني شفتوني وانا العب. بس والله عجبني هاي الشوت كان، واه رهيبة فعلا. يعني الشوت كان شوتي جن، نقتلكم بس شوتي جن. ابوه للبيبي. بيبي عم يقول كان خطأي. السجن عم يعني هاي الانبوبة اللي هو فيها. بده يشيل هاي تبع رائد الفضاء وقت كان عم يحكي له انه فيك تروح. لا انا صار لي عم بقتلك مرتين، ليش عم تهجم علي لسا؟ ايه شلت القلادة تبعه. والله كفو يا سام. عم يساوي مثل ما انت بينتقل مع فراجايل. رح ينتقل معنا للعالم هلا. دقات القلب في تسارع. رجعنا شفناه مرة ثانية وقت قوصوه. هاي القلادة عم يبين اسمه عليها. هاي بالعادة الجنود بيحطوها مشان إذا يحترقوا أو يموتوا يعرفوا إنه عليه الاي دي تبعه وهي من هالشغلات. من هنا؟ من هنا؟ فكرت عم يقول من هنا؟ هلا رح نشوف شو رح يصير معنا. طلعنا من البرزوخ ورجعنا له العزيز. بس ليش أسود هو؟ أعوذ بالله. منام معناها منام 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 منام. تبا شوفوا الدم وكأنه جسمي محروق حرق. لو حبيبي لو. لو how's little Lou doing؟ وانت شو عم تعملون اصلا؟ ما في في استجابة. That child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. حتى البيبي كان فاقد للوعي. Right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. تمام. رجع حط الحمولة تبعنا. Slept day, you know. Slept like the dead. يوم كامل كنت نايم. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. ليش؟ Who was the name you were going to give your own baby if he'd had made it? Oh. We should have pieced it together sooner. كان راح يسمي ابنه لو. ابنه ميت. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of. امرأته في مقتبل عمرها؟ Young woman in the prime of her life. Okay. Nobody knew until it was too late. A void out. مرته كانت وكان هو بده يسمي. Bridges had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. أيوة عم بتشوفوا كيف هلا عم نشوف المسألة تبع القصة عم نعرفها شوي شوي. Leaving nothing but a big crater and him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect.
He was easy to blame, and people did. And حطوا لوم على سام بوقتها. They were blaming Bridges too. هلا عم نفهم. كان في عنده مرة وفي عنده ولد كان رح يجي على حياته، كان هو ناوي يسميه لو. Her name was Lucy. Lucy. She'd been pregnant for a woman. They were going to name their son. يا حرام. والله القصة صايرة مشوقة يا شباب. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You must shut the fuck up. Ooh, زعج انزعج انزعج. Take a seat. يا حرام. هلا عرفنا قصة سام. ليش هو هيك حزين دائما؟ 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? 70% من جسمه ماخوذ كمان من الجسس. Is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Frankenstein's monster? Grown from pluripotent stem cells. هو مصنوع من الخلايا. Mark didn't manifest in all my organs. They replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. لهيك اسمه dead man. يا إلهي عم شو عم يصير؟ way have beaches. You have one. BB2. يا حرام. No mother, no afterlife, no beach. ما في عنده لا برزخ ولا حياة تانية ولا أم. يا حرام ديدمان، مشان هيك اسمه ديدمان. هو كمان مركبينه. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it because I knew you were coming for me. I've never felt that. مشان هيك جديد عم يشعر هيك، عم يصير حس قلت إنه هو بيحبني أو شيء. You didn't have to يا إلهي إنه يوم الصدمات. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. كل هالمعلومات بظرف ثواني يا رباه. All that, you were holding it. It's an old dog tag, U.S. issue. قلادة كلب قديمة. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. Clifford. هذا كان اسمه اللي مكتوب على الفصل. Found a match. He was U.S. Army Special Forces. كان من قوات الجيش الخاصة. Fought in Kosovo. هذا هو. Afghanistan. That's him. هذا هو. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. ما عاد في داعي أنا وياك نتحمم سوا، عيب عليكم. I've seen to it that our conversations won't be recorded. كواي ده التنقل البرزخي عجبني أنا. مثل تنقل أبوه لناروتو. الهوكاجي الرابع. نتحمم؟ يلا. نعم نعم اسمعك اسمعك. Time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct. فإن البعض لدي وبرزخ من نوع ما. To explain a little. Our bodies are ha, all occupy the same world. But our souls are ka, have beaches. لديها برازخ خاصة. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. تكون تعدد العوالم. If many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. Whoa. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach,
exit, vanish, and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again. يعني بالبرزخ بيصير هيك. بيصير تداخل يعني بيكون ما في إلى نهاية. يعني نفس الشغلة بتصير مرة ومرتين وثلاثة وإلى ما لا نهاية. Clifford Anger. هداك ما كان يعني جزء من الحرب. لسه بدي أربطهم بالكايرال نتورك. يا حبيبي لسه في قدامنا كتير معناها. توجه للأعلى وتفقد محطة التوصيل متى تكون مستعدا. كل شيء تمام رح نطلع. رح نوصل البيبي مرة تانية. وصل وصل إن شاء الله هالمرة يشتغل. المرة الماضية ما اشتغل معنا. ما أعطانا شيء من ذاكرته. رجعنا للكونكشن. أبوه مرة تانية. هاد هو. فيني أساعدك؟ جون؟ شو عم تعملون؟ إعادة ما حدث السنة الماضية؟ لساتنا ما عم نعرف شي بالقصة على فكرة. لم أعلم أنك زوجها. والله هي مسألة بتصير هيك أحلام لازم نكتشفها. لازم نعرف شو عم بيصير. طيب أصدقائي لهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة وبشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاية. مع السلامة.